أهلا بالجميع لليوم الثالث للكينونات والمال، تحدي الكينونات والمال مع أنا أيمي شاين ميسرة لأكسس كونشس ميسرة تخاطب مع الكينونات. اليوم الأول تكلمنا عن كونكم طاقة تهدئة واستقبال مع عالم الأرواح بدل أن تعطوا العطاء والأخذ، والبارحة عرفتكم على الفريق، زملاء الفريق، وكم من زملاء الفريق عندهم قدرات مع المال، مع تجلي المال والذهب وتجلي الفضة والثراء من كل الأنواع. فلكي أتابع مع بعد ذلك، ماذا لو لم يكن بخصوص طلبكم لزملاء الفريق أن يقوموا بوظيفة لكم، أنه هذا الشيء أوكي الآن زملاء فريقكم راح يكتب يشتغلوا لكم؟ لا، في كيانات اللي هم زملاء فريقكم، أنتم في فريقهم وهم في فريقكم، فإذا كان نظرتم لذلك أنتم تهدوا لهم وهم يهدوا لكم، أنتم تستقبلوا منهم وهم يستقبلوا منكم، مع بعض تخلقون أعظم. هذا لا يتعلق بخصوص إعطائكم وظيفة أو عمل لزملاء الفريق، هو بخصوص شموليتكم لهذا الكينونات وخلقكم من عالم إمكانيات. فإذا كان كنتم تطلبون من زملاء الفريق مثلا أنهم يجيبوا لكم مال، لكن تعملوا هذا من نقص في عالمكم، لو تقولون أنه أنا ينقصني مال، ليس لدي كفاية، أنا راح يخلص لي، في هذا النقص في عالمكم زملاء الفريق لا يمكنهم أن يساهموا من هذه الطاقة، لأن زملاء فريقكم لا يعيشوا في عالم نقص، زملاء فريقكم يعيشوا في إمكانيات. فإذا كان تريدون أن تخلقوا مع زملاء الفريق التيم ميتس، إنكم تخلقوا أكثر ذهب، أكثر مال، أكثر مجوهرات، أكثر مساهمة، أكثر وفرة، يجب أن تبدأوا في تعاملكم مع زملاء فريقكم في عالم يصرف رحمة بها بدل عالم نقص. فعشان أنا تقول إذا كنت تتواصل مع تيم ميتس من أي نقص، أنت لست تدرك فريقك، أنت في طريق غريب من الجنون. فالنقص هو مسار للجنون، الأحكام هي مسار للجنون. إحنا أي لحظة تستخدمون النقص أو تعملوا أقل من أو ليس كفاية أو تستخدموا الاحتياج والجشع، أنتم على مسار الجشع، لأنه هذه كلها أحكام، وهذا كله يأتي من كذبة. فكل الأماكن اللي اخترعتم النقص والجشع والاحتياج ولا كفاية مع عالم الأرواح ليفصلكم من كل زملاء فريقكم، كل الكيانات اللي تريد أن تساهم لكم تخلق معاكم، هل يمكننا أن ندمر نادم خلقها فضلا؟ عدد لهم تنين مهات وعتنين ببك ببك ونشوك بويس أمبيانس بوفات أمبيانس. فكل مرة تذهبوا تطلبوا من زملاء فريقكم أنهم يستعموكم، إذا عملتوها من الاحتياج أو النقص أنتم تلغوهم. فخذوا الشيء تطلبونه الآن، استشعروا الشيء تطلبونه تريدوا أن يدعموكم مع ذلك. الآن كل ما كان تخلقون هذا من النقص، هل دمرنا عدمنا خلقه؟ Right along with bad book, book, and shorts, boys, and beyonds. هل ستكونوا مستعدين الآن أن تدخلوا في عالم ما وراء النقص، ما وراء الاحتياج، ما وراء الجشع، وأن تسألوا حقيقة من طاقة ما الممكن أيضاً؟ أهلاً يا فريقي، أريد أن أخلق هذا الإمكانية في العالم، ما الذي يتطلبه لكي أخلق هذا معكم؟ ما المساهمة التي يمكنكم تكونها لي؟ ما المساهمة التي ممكن أكونها لكم؟ كيف ممكن نتعامل مع بعض لكي نخلق إمكانيات أعظم هنا؟ فطاقة مختلفة بدل طلب من الجشع والاحتياج. فزملاء فريقكم يعيشوا في عالم الإمكانيات، هل ستكونوا مستعدين أن تختاروا من الإمكانيات وأن لا تختاروا من النقص؟ كثير منا يسأل أن لست كفاية، ليس لدي كفاية، فضلا ساعدني، وهذا يأتي كله من واقع مخترع، أننا أقل من، ليس لدينا كفاية، وإحنا منتهيين وغير لا متناهيين.
فانظروا لكيف تتواصلوا مع التيم ميت، وإذا كان هذا شيء جديد اسألوا ما الذي أريد أن أخلقه في العالم، ما التغيير الذي أريد أن أخلقه في عالم اليوم وفي كل العالم. كل ما خلقتم للتغيير، كل ما جاءكم مال، كل ليس إذا كان ليس لديكم الواقع المالي الآن في مكان ما، أنتم لا تغيرون الأمور في عالمكم التي يمكنكم أن تغيروها. فاسألوا ما الذي يمكنني أن أغيره، واختاروا اليوم في عالمي بشكل مختلف الذي سيسمح المزيد من المداخل أن تظهر، لأن كل ما خلقتم تغيير كل ما ظهرت المداخل، وكل ما خلقتم تغيير كل ما كائنات النور زملاء الفريق وعالم الأرواح يمكنه أن يخلق معكم. نفس الشيء مع أرواح الأرض، أرواح الأرض هم طاقات، جزء من طاقة الأرض، هم أيضا يعيشون في عالم إمكانيات، هم يعيشون في عالم يسر فرح وبهاء، هم يعيشون في عالم كونك غير محدود. إذا كنت تحاول أن تتواصل مع عالم الأرواح من النقص والاحتياج والجشع، أنت تقصيهم كل ما في ذلك، كل الأماكن وكل الكذبات اللي اشتريتموها بخصوص أنفسكم التي تبقيكم تقصوا عالم الأرواح وكل أرواح الأرض وزملاء فريقكم. هل ضبط هذا الخلق الآن؟ هذا لو تريه بالمرات ويتوان قد بك بطبق نشوت بويز أمبيانس فوفت أمبيانس. إذن اليوم تمرينكم تشالنج اليومي هو أنكم تطلبوا أن تلعبوا في عالم الإمكانيات مع زملاء فريقكم ومع عالم الأرواح، وتفاعلوا مع زملاء فريقكم من هذا الفضاء، من فضاء الإمكانيات. أهلين زملاء فريقي، إيش ممكن نخلق مع بعض اليوم؟ ما الذي يمكنني أن أختاره اليوم الذي سيساهم لي ولكم وللعالم؟ ما الخيارات الصغيرة اللي ممكن أختارها اليوم الذي ستبدأ في خلق التغيير في عالمي، وأيضا أنها تذهب أيضا للعالم؟ هذا ممكن يكون خيار أنه ما تحكم على أنفسكم، ممكن أنكم لا تشتروا النقص كشيء حقيقي، ممكن أن تختاروا شيء مختلف اليوم، ممكن يكون خيار أن تكرموا أنفسكم حتى من الأمور اللي أيضا أقولها وقلتها في الفيديو، في أنا الفيديو ما تسجلت شان أنها تكلمت عن كيف يجب أن تكونوا مستعدين أن تهتموا بخصوص أنفسكم، تهتموا بخصوص الوعي أكثر مما تهتموا بخصوص الأحكام. معظمنا كنا مهتمين أكثر بالأحكام بدل الوعي، ولما تهتموا بخصوص الوعي هذا يأتي من عالم يسر فرح وبهاء وإمكانيات، ليس هناك أحكام في ذلك. فهل ستكونوا مستعدين أن لا تشتروا الأحكام كحقيقة، وأن تسمحوا حقيقة، وهذا ما شفته مع مقاومتي للتخاطب مع كائنات من سنوات، أنا كنت أقاوم يسر فرح وبهاء، مع كنت أقاوم السحر.